Remède maison. الانكسيتي أو القلق عنوان فقرتنا لليوم. القلق يعتبر مرض العصر، إنما ولحسن الحظ كل شخص منا في يقوم ببعض الخطوات اللي بتساعده للتخلص من مشكلة القلق. شو فينا نعمل؟ لائحة الإرشادات طويلة. للتغلب على مشكلة القلق ليس هناك أفضل من ممارسة التمارين الرياضية لتعزيز سير الدورة الدموية وإفراز الأندورفين. تجنب الكافيين لأنها بتساهم برفع مستوى التوتر والقلق، ومصادر الكافيين منا فقط القهوة، إنما هناك الشوكولا، المشروبات الغازية، الشاي وبعض أنواع الأدوية. تجنب المحادثات الموترة، لما بنشعر بالتعب وبالستريس علينا بتجنب المواجهات اللي من شأنها تعزيز مستوى القلق، وعلينا بتخصيص وقت لأنفسنا 20 دقيقة قبل النوم للتركيز على الاسترخاء ونسيان كل ما يزعج ويوتر. التركيز على ما يزعجنا أو ما يقلقنا وكتابته على ورقة مع الإشارة إلى كل مخاوفنا، إن كانت مسألة نقود فينا مثلا نكتب عن تخوفنا إذا فقدنا عملنا أو عن قلقنا حول تسديد الفواتير. شو أفظع شيء ممكن يحدث بهالحالة؟ وبعدين منعطي رقم من 1 لـ10 لكل جواب. رقم 1 هو الجواب الأقل احتمالاً، والرقم 10 الأكثر احتمالاً، ورح تتعجبوا لما تشوفوا إنه الإجابات اللي تخطت الرقم 5 هي جد قليلة. هيدا رح يخفف من قلقنا، والإجابة اللي بتاخد أكتر من 5 ممكن نوضع لها خطة طوارئ أو خطة عمل، ورح نشوف قديش هالخطوة بتريح حتى ولو كانت افتراضية. فينا كمان نشاهد فيلم مضحك أو فيلم هزلي، الضحك بيحفز الأندورفين اللي بتطرد هرمونات ستريس. مشاهدة نشرة الأخبار مش لنعصب، إنما لما منشوف مصائب غيرنا بتهون علينا مصائبنا، ومنصير نعرف إنه بحياتنا هناك انتصارات ونجاحات أكثر من الإخفاق، ومنصير نشوف التحديات اللي نحن واضعينها إلى أي مدى هي صغيرة على صعيد الكوكب كله. عدم القلق من مشاكل بكرة المحتملة، مين ضامن بكرة؟ ومين بأكد إنه هالشيء المعين رح يحصل بالتأكيد بكرة؟ وأخيرا نترك حالنا نستشعر القلق حتى ولو لمدة 45 دقيقة، واللي تعتبر كافية لنتعود عليها ونتغلب على الشعور اللي ساكن داخلنا. علماء النفس بيأكدوا أنه أفظع شيء منعمله هو تجاهل القلق، لأنه لا يلبث أن يعود مرة أخرى إنما بشكل أقوى.